كده وعلى ما تجهز يا دكتور، يعني قول لي ازاي نقدر نسيطر على الالم او نتحكم في التوتر في حدوثه؟ اول حاجه يعني انا التوتر في حد ذاته بيؤهل الجسم انه يبقى عرضه لاستقباله للالم. لو انا متوتر او عندي اعراض اكتئابيه او نفسيه، احساسي بالالم بيبقى اكثر من الناس الطبيعيه. تمام. فاحس بالوجع اكتر. يعني لو بيجي لك صداع عادي او ممكن ان انت تستحمله، لو انت مكتئب هتحس انه قوي قوي وشديد قوي ومش قادر استحمله خالص، او لو انت قلقان ومتوتر. وبالتالي فانا لما يكون عندي تمرينات زي اللي حضرتك كنت بتقول عليها حاليا، الريلاكسيشن او الاسترخاء، ده بيساعد او فعلا بيقلل فرصه وحاجه زي ما بنقول ببلاش ومن غير اي ما ادخل حاجه جوه جسمي، تحسن الامور وتحسن التفاعل بتاعي وتحسن اعراض الجسم بتاعتي. طب تنظيم مواعيد النوم يا دكتور، يعني هل برضو يؤثر بالايجاب على تقليل الصداع؟ دلوقتي بقت المشكله الرئيسيه بيجي لنا الاب مثلا ومعاه ابنه يا دكتور بيقعد على الموبايل طول الليل. طبعا تنظيم النوم هو علاج وقائي مش بس للصداع، هو لأعراض كتير جسمانية وعضوية. ولكن طبعا في موضوعنا على الصداع هو بالأخص تنظيم مواعيد النوم والساعة البيولوجية بتاعت الجسم، دي حاجة مهمة جدا. إن أنا بنام في وقت ثابت، بصحى في وقت ثابت، عدد ساعات نوم كافي اللي ما بقتش موجودة بسبب رتم الحياة السريع وبسبب اللي بنقول عليها الإعاقات أو التوترات أو المشتتات الانتباه اللي بتحصل أثناء النوم من الموبايل. تمام، خلينا نشوف كده الصور. ده طبعا رابط رقبته وراسه. هو طبعا في بداية الصداع عادة بيحصل انقباض في الأوعية الدموية، وبعدين يحصل تمدد في الأوعية الدموية، ويحصل نوع من أنواع الخبطات أو الشواكيش اللي بيحس بيها المريض. ولكن هنا أكتر حاسس إن رقبته وجعاه، ففي ناس بتحب تربط حاجة إنها تقلل النبض اللي بيحصل ده، ودي ليها طبعا حاجات أخرى في الأدوية. أو اللي نفسيا بيتحسن هو غالبا بتبقى جزء منها نفسي أكتر، وجزء منها بيبقى عضوي سنة إن هو البريشر أو الضغط بيساعد على تسكين الألم. تمام، الصورة اللي بعدها ده طبعا واضح ان رقبته ملوحه. معظم الناس دلوقتي يقول لك انا يا دكتور نمت وصحيت كده، يعمل ستريتش. ده جزء منه بيصحى ان هو رقبته وجعاه، فبنوصف له التمارين الرياضيه ان هو يعمل ستريتش لعضلات الرقبه. هنا ده بيعمل ستريتش للعضله بتاعه الرقبه. بعد ما صحي من النوم حس ان رقبته مشدوده شويه، او قعد على المكتب فتره طويله او على الكمبيوتر فتره طويله، فبدا ان هو يعمل هل الناس ممكن تعملها لنفسها؟ يعني انا ممكن اصحى من النوم حاسس ان انا قلقان، او مثلا عنده صداع في وسط النهار، فممكن اعمل بعض التمارين دي لتقلل الاحساس بالصداع؟ ممكن طبعا. اولا هي بتفك الشد بتاع عضلات الرقبه، وممكن تعمل تدليك لمنطقه الراس والجبهه وخلف الراس، ده بيدي، او تغمض عينيك 5 دقائق او حاجه، ده بيدي نوع من انواع بالظبط الريلاكسيشن، وبيفك العضلات اللي اتشدت. الصوره اللي بعدها يعني بيحاول برضو يركز على فكره الرقبه وعضلات الرقبه، تحسن برضو بالظبط. عاده الرقبه لما بتتشد بيبقى بتشد لحد نص الظهر. تمام. يعني حتى تلاقي حضرتك الصورة هنا واخد وضع ان هو شادد ظهره شوية، لان لما عضلات الرقبة بتتشد حضرتك عارف انها مكملة بعضلة لحد منتصف الظهر، ويقول لك ايه اللوح اللي ورا ده واجعني يا دكتور، الشكوى كده بتبقى بالظبط. وده باينة قوي هنا. اللي بعده نفس الكلام، عضلات كلها برضه نفس الكلام بتاعت الرقبة معظمها، هو بيحاول ان هو يفك عضلات الرقبة ويحرك الكتف بتاعه عشان يشد يفك المنطقة دي كلها. طيب نفس الكلام، دي ده تمرين من تمرينات الرقبة. تمام. دكتور حسام بيستعمل كمادات التلج او الإبر الصينية لمشاكل الصداع؟ هي بصراحة زي ما حضرتك عارف كده دكتور علي، ان احنا ساعات يطلع عندنا كل فترة، يعني الإبر الصينية بقالها فترة طويلة، بقالها أكتر من 30-40 سنة في مصر، يعني على ما أظن هي برة بدأ من بدري. هي نوع من أنواع الطب البديل، بتبقى ليها جلسات معينة، مثلا جلسة مرة في الأسبوع لمدة 6 أسابيع، بيتحط يعني عندهم في الطب الصيني واليابان والمناطق بتاعت شرق آسيا، بيبقى عندهم الإيد والرجل والجبهة، دي مناطق رئيسية، بيبقى كل منطقة مسؤولة أو بتعبر عن منطقة. يعني
بيستعملوه وبيساعد في بعض الأحيان، لكن احنا طبعا بنركز اكتر على الادويه. يعني المسكنات راقيه العضلات ومضادات الاكتئاب، حضرتك ازاي بتوظفهم لعلاج الصداع التوتري؟ زي ما بنقول لو احنا الصداع التوتري بتاعنا حاجه زي ما بنقول عارضه، فبيفضل ساعات في الاول ممكن نكتب لمده اسبوع او 10 ايام بسط عضلات مع العلاجات بتاعتنا علشان يفك او يعمل ريلاكسيشن لعضلات الرقبه مع التمرينات اللي بتتعمل لفك شد عضلات الرقبه. وبالتالي الصداع بقى لو هو مزمن والتوتر كتير والمريض حاول عمل حاجات كتيره ومش قادر، ساعتها بنحط مضادات الاكتئاب، لانها لما بنبداها بتقعد فتره طويله لازم المريض يمشي عليها علشان تدي النتيجه المرجوه. بتبدا النتيجه المرجوه بعد فتره مثلا، يعني مش هاخد القرص ارتاح؟ لا مش قرص، يعني لا هي بالظبط، هي هو مش مسكن، هو المريض بقى فاكر كده انا هاخد القرص دلوقتي الصداع هيروح، ما ضاعش الصداع، لا بيبدا اصلا الدواء يشتغل في خلال اسبوعين وبعد شهر شهر ونص يبدا يدي النتيجه المرجوه. تمام. طيب كورس العلاج بيبقى قد ايه؟ زي ما احنا قلنا هل همشي على المضاد ده لمده قد ايه؟ سنه اتنين تقريباً؟ طول عمري؟ لا هو ما بيبقاش طول العمر، مفيش حاجه يعني طول العمر خالص، لان زي ما حضرتك عارف طبيعه الحياه نفسها متغيره. بيمشي عليه في الفتره بدان بدانا مضادات الاكتئاب بيفضل نمشي عليها 12 شهر اللي هو سنه. بسط العضلات والادويه الراخيه والكريمات والحاجات دي اللي بنمشي عليها فتره لحد ماكسيمم بتاعها بيبقى اسبوعين او ثلاثه بالكثير. الوقايه خير من العلاج. الدكتور حسام عنده علاج وقائي للصداع النفسي او الصداع العصبي؟ والله هي الروشته بتاعتنا في العلاج الوقائي يعني هي روشته سهله، ومن كتر سهولتها معظم الناس ما بتعملهاش، يقولك يعني هو ده اللي هيخففني. لا، هو اللي بنقول عليه تغيير او لايف ستايل تشينج، هو او تغيير في طبيعه الحياه وجوده الحياه بتاعتنا. الريتم بتاعنا يهدى شويه، يبقى في جزء او شق رياضي في الحياه بتاعتنا. يعني انت لو قمت الصبح شويه التمرينات اللي بتتعمل في الرقبه وللظهر دول ممكن يساعدوك طول اليوم في الشغل بتاعك، ان انت يبقى في مرونه في العضله شويه. المشي كذلك بيساعد على علاج الصداع التوتري جدا، لانه في مواد سعاده بتفرز بعد الرياضه عاده، وخصوصا المشي عشان ده اللي الناس كلها تقدر تعمله بيبقى سهل، وبيعالج الاعراض النفسيه والاكتئابيه كمان لتفريغ الطاقه السلبيه بمعنى بالظبط. وانا بنصح الناس شخصيا من ضمن تمام. ناخد اخر حاجه نتيجه الاستطلاع بتاعنا كان سؤالنا هل تعاني من الام الصداع احيانا 50% نسبه كبيره. دكتور حسام الخطيب استشاري النفسية والعصبية، أنا بشكرك حضرتك جدا، حلقة مميزة جدا جدا من وجود حضرتك، بس نوعد إن شاء الله السادة المشاهدين إن شاء الله نبقى مع بعض في حلقات تانية إن شاء الله تكون أكثر إيجابية. شكرا جدا لوجودك معانا النهاردة. الله يخليك. ودي كان